دكتور مجال ذا بربرة وحمال تسوق قاري ديقور راشينا يسود درتي دولة الإمارات كعربتو تاسو كي قيب قادن يسوقون مت كبارها لوجو تشرو بلش ذا يسوف وتصارين حال ذا هباري ذي كوسو جند يجانا ذا كل دوان يسمال له راس بد بلارن وديق ذا سيل يقولك كل وري جي وحكة سوق قيب قلاي ماريا هاد دكتور بربرة برا سابك جبل كساحل قدومية هيدو ديار جرو جافون كي كيد كراشين كقرن كا سفير كإمارات كعربتو فدي يسمال له يا قاسمها واحد جرجار كي هي ذا نرفو وقرين وحل كاسيك هلا يسلمر كاسين فافين كبح يي سفير كإمارات كعربتو فدي يسمال له عبد الله نقبي وحنا وكور رمي ديق الرشين كي يكون رجينا ين حكومة الصومالي الآن تاسوع كي قيب قادنا ين قرمة كلو كتير وبلش داي سوف وتصارين حال ذها بارد وجميع الأشقاء في صومالي لاند نحن لولا وجهودكم ومساعدتكم لنا لما قمنا على بعملنا على هذا الوجه الأكمل وأنا شاكر لكم وجميع الأخوة في دولة الإمارات شاكرين لكم ومقدرين المساعدات التي تقومون وتقدموها لنا على الوجه الأكبر. أسمها واحدة جرجار كي هيدو ديار جرو جافون كي كيد كراشين كقرن كماريا هاد كدبر برا برصاب كقبل كساحل ويجون دن كوجا كهلا يات المامي دولة الإمارات كعرب تصيد أيو جرب تاجن تاي سومالي لأن يدقها كردوان يسوق قرسين يسوس أيو ولا قيب قاضي تقول متكلو كتير بولشة عبارسنا يسومالي لأن كنول. قمنا باستلام مساعدات خيرية من خليفة الإنسانية. لذلك نشكر الإمارات لما تقدمه وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجميع مسؤولين مؤسسة خليفة الإنسانية. صدح كم بقول يشين استيتن راشين لوجو تلاقي قيسس كا أي هل كان يعلن أنا جن واجبات كنا صارن وحوي إنه نفضل إنه أصلا وجود خصها بدن لوجر سيادتك أباهن راشين كا إن شاء الله بإذن الله تعالى. مركز هراء وحنوم هذا قلنا يا برصاب كجبل كساحل وضع شقين يسكت بريدك باهيا جبل كسود وشقين يو وحكلون أم هذا قلنا يا فيصل علي الشيخ وأنتي أبارهن تشرين رونهانتي أنا صورة جشين هدانو تشوجين إن قايبين تهدك دجا جودهان دل كوردن ما دام أبارتو ساميسي سلام كديب مركز هراء إلهي ومحمد سبحانه وتعالى مركز لباد waxaan u mahadcelinaynaa dawladda imaaraadka oo maanta halkan aynu kugu gudoomino raashinka tayada leh ee kala duwan ee ah 3,518 qoys oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay ee imaaraadku caawimo u keeno dadka reer Soomaaliland ee abaaro waxyeeleeyeen xilligan in ku jiraana waa xilli abaaruhu ay runtii aad u jiraan waan uga mahadcelinaynaa dhamaantood safiirka iyo dawladda wakiilka yahay ee Imaaraadkaba gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afoonka geedka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed oo munaasabadaasi gabagabadii ka hadlay ayaa u mahadnaqay dawladda Imaaraadka Carabta deeqaha istaabajooga ay la garab taagan tahay bulshada ay soo food saareen xaaladaha abaareed ee ku sugan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland aan maanta oo taariikhdu tahay 29ka bisha March 2022 waxaanu joognaa dakadii Soomaaliland ee Barbara Port oo aanu maanta kala wareegayno mucaawino ay noo fidisay dawladda Imaaraadka Carabta aan boqor khaliifa xafidahullah aan waliyul ahdiga Maxamed bin Zayed bin Al Nahyan safiirka Soomaaliland u fadhiya Cabdalla Naqbi iyo dawladda iyo dadweynaha reer Imaaraatis dhamaantood waxaan leeyahay waad ka gudoonay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo taakulaynta mar walba ay nala barbar taagantahay dawladda Imaaraadku Cabdi Qurbaani warbaahinta qaranka magaalada Berbera.